الأسايش تلقي القبض على اثنين بتهمة بيع سماعات الغش. توافد السياح إلى أهوار تشبايش في الناصرية. وطبيب عماني يخطف الأنظار باختياره البقاء في غزة. والمزيد من قصص وأحداث السوشيال ميديا، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ من بغداد ومقطع فيديو يظهر استمرار مسلسل الانفلات الأمني، حيث أظهرت كاميرات المراقبة قيام شخصين يستقلان عجلة نوع لاند كروز بالرمي العشوائي على مقر إحدى الشركات في منطقة الكرادة، ثم لاذا بالفرار. وبعد تداول المقطع على منصات التواصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن تشكيل فريق عمل مشترك، وتمت مراجعة كاميرات المراقبة وجمع المعلومات. وأكدت قيادة عمليات بغداد إلقاء القبض على الجنات، وأظهر مقطع فيديو لحظة القبض على أحد منفذي الهجوم المسلح. لنشاهد. في بغداد رصد أحد المواطنين مجموعة من الشباب وهم يتجولون بالأسد وسط العاصمة، فيما يظهر الفيديو عدم سيطرة الشاب على الأسد. دعونا نشاهد هذا الفيديو. يعني ما تخاف لا يهجم على أحد؟ ما تخاف لا يهجم على أحد؟ ما تخاف لا يهجم على أحد؟ ها؟ هاي للشرطة رايحة، هيجوك. جايك. يعني ما تخاف لا يهجم على أحد؟ ما تخاف لا يهجم على أحد؟ تفاعل الكثير من المتابعين مع هذا الفيديو مطالبين بوضع حد لهذا الاستهتار بأرواح البشر. غسان مهند علق: هذا يمثل تهديد مباشر على البشر، حال السلاح المنفلت لازم ينمنع ويعاقب اللي يمارس هيك تصرف. أما علي الداوي كتب: الفيكة الجديدة مع جماعة الطبقة المخملية، المفروض هذا سجن ويصادر الحيوان، شنو هالاستهتار؟ شبيه الناس ما تفكر بعواقب تصرفاتها. كمال لطيف كتب: هذا استهتار بأرواح الناس، الأسد حيوان مفترس وقد يفترس طفل أو أي شخص في طريقه، ولكن لا عجب في بلد العجائب. مشاهدينا من بغداد ننتقل إلى السليمانية، ومقطع فيديو يظهر لحظة قبض جهاز أمن السليمانية على اثنين بتهمة بيع سماعات الغش الامتحاني عن طريق ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوصيلها إلى الراغبين بالشراء. وتواصل قوات الأسايش وبالتنسيق مع وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان فرض مساعيها لمنع التعامل بأجهزة الغش الامتحاني بهدف توفير مناخ آمن لإجراء الامتحانات. دعونا نشاهد. مشاهدينا، التعليقات كانت كثيرة على موضوع الغش، وأغلب المتابعين طالبوا بالقضاء على هذه الظاهرة.
مثنى طارق علق: يتفننون بالغش ويدفعون مبالغ بذاك الحساب وما يتعبون نفسهم حتى يقرون، شلون جيل هذا يريد ينجح بدون تعب ويدور على طرق بديلة للوصول إلى النجاح السهل. أمير علي كتب: ناس ما تريد التعب نفسها، خلصناها سهر على الفانوس ونطلع وجهنا مصخم ومختنقين وكلنا نجحنا، تعب نفسك يا أخي، العقل حلو لمن يتعب. حسن عبد الكريم كتب: لازم يقضون على هاي الظاهرة، بعدين يجي يقول لك أنا نجحت بذراعي ويحتل مناصب أصلا هو مو يمها، لأن هو نجح بالغش. مشاهدينا، من هذه التعليقات ننتقل إلى الناصرية. اندلع حريق كبير في مجمع للمواد الغذائية وفرن صمون في منطقة الإسكان الصناعي، وبحسب ما تم تداوله أن أسباب الحريق سوء التخزين لبراميل النفط. نبقى مشاهدينا في الناصرية، ومقطع فيديو من أهوار التشبايش التي تقع شرق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، والتي بدأت تشهد إقبالا واسعا من قبل الوفود السياحية من مختلف الجنسيات للتمتع بعذوبة الأجواء وجمال المكان الخلاب، حيث أظهر مقطع فيديو متداول أحد الجروبات السياحية أثناء جولاتهم في أهوار التشبايش. شاهدوا معي هذا الفيديو. داخل أهوار التشبايش مع الجروب الإيطالي وشركة الرافدية للسفر والسياحة وشباب فرس الأهوارية السياحة. مشاهدينا المتابعون، تفاعلوا مع هذا المقطع مطالبين الحكومة بالاهتمام بالناصرية والمجال السياحي في البلد. أبو لقاء كتب: كل شيء يتطور بأهله، والاهتمام بمنتج سياحي وسومري جميل وله تاريخ عريق بين دول العالم. السياحة صناعة ممكن تكون بداية جيدة لفتح آفاق جديدة للاقتصاد والثقافة والعمران. رافي عناد كتب: شيء جيد جدا، والمفروض الحكومة تهتم بالناصرية وغيرها من المدن التاريخية ببلدنا لنظهرها بصورة جميلة ورائعة، وممكن للسياحة أن تكون مورد اقتصادي لبلدنا وتنتعش مدننا والناس تستفاد. أما أم محمد فكتبت: وهذا سبب مهم ودعوة لوزارة الثقافة والآثار للاهتمام بالمحافظة وشوارع وفنادق ومطاعم الناصرية حتى تعكس المكانة الحقيقية لها لجعلها وجهة سياحية مفيدة لأهل المحافظة. مشاهدينا من الجنوب ننتقل إلى شمال العراق، ومقطع فيديو متداول يظهر حيوان كلب البحر في مصيف شلالات قلي علي بيك في محافظة أربيل، لنشاهد. وإلى أبرز الترندات العربية، تصدر اسم الطبيب العماني خالد الشموسي منصات التواصل في العالم العربي. الشموسي طبيب عماني، بروفيسور مساعد واستشاري هضم وعمليات تنظير،
قرر الذهاب إلى غزة برفقة الفرق العربية الطبية وأجرى عدة عمليات جراحية في المستشفى الأوروبي، ورغم بدء الاجتياح الإسرائيلي وإخطار الطواقم الطبية بالإخلاء إلا أنه رفض المغادرة وترك المرضى والجرحى، واستغل حسابات على وسائل التواصل بتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بالصوت والصورة، داعيا خلالها الأطباء العرب القدوم إلى غزة. دعونا نشاهد. مشاهدينا، موقف الدكتور العماني لاقى تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين على مواقع التواصل. سالم العاصمي كتب: هذه النوعية من الناس أنقى وأشرف البشر على وجه الأرض، ألف تحية لك أيها الطبيب الشجاع المتسم بالإنسانية، شكرا لعمان دولة وشعبا التي أنجبت هذا الطبيب. شريف سامي كتب: كل شرفاء العالم يريدون أن ينصروا غزة أو يموتوا مع غزة، هذا الدكتور حصل على رتبة الدكتوراه بالإيمان والإنسانية، الله معك يا دكتور. أحمد الحوفي كتب: لا يعرف الحر تغييرا لمنهجه، إن الأصيل أصيل أينما كان، بس تشوف أحرار العالم من متطوعين وأطباء بتحكي لسه الدنيا بخير وفي أمل ينصلح حال هالأمة. وإلى سلطنة عمان وحادث مؤلم، حيث أقدم سائق شاحنة على السير باتجاه المعاكس في أحد الشوارع الرئيسية، وبسبب هذا الفعل الذي قام به اصطدم بعشرات السيارات، مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين. ووفقا لشرطة عمان فإن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث. يتلهم هاي يتلهم من دوار الفلق يمشي رونسي من دوار الفلق، لكن هالناس توفت كما حد توفى من غير سيارات ثانية. هذيك الشاحنة شوفوها وين، مشاهدينا، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل حول فيديو تم تداوله من قبل بعض رواد المنصات لمجموعة من البط تسبح في حمام السباحة الموجود داخل نادي الزمالك، وهو ما شهد الكثير من التعليقات والسخرية من الموقف. ومن جانبه رد المدير التنفيذي لنادي الزمالك اللواء حسن موسى على المقطع المصور، مؤكدا بأن الفيديو مفبرك وغير صحيح. مشاهدينا، والآن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. بكم من جديد، نكمل حلقتنا مع لتوندات العالمية ومقطع فيديو لطالبة أمريكية كانت معتقلة بسبب تضامنها مع فلسطين، وبعد ساعة ونصف من إطلاق سراحها عادت للاعتصامات لتقول للطلبة: بغض النظر عما يواجهنا من صعوبات على يد الشرطة فهذا لا يقارن بما يجري للأبرياء في فلسطين. And there was one song that we were singing all the time in there, and it was, I came back to the jailhouse, and I took back my dignity, and I took back my humanity, and I took back my humanity, under my
thing that I want to make perfectly clear. No matter how brutalized we are, no matter how much cop presence we have, it is nothing compared to what is happening in Palestine. أظهرت لقطات مصورة العشرات من رجال شرطة مكافحة الشغب الهولندية وهم ينهالون بالضرب بالهروات على مجموعة من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين، بينما كان عناصرها يتحركون لإزالة حواجز أقيمت داخل حرم الجامعة الرئيسية في أمستردام، وحاول متظاهر إيقاف جرافة للشرطة من هدم حاجز بناه أصدقاؤه قبل القفز في قناة لتفادي محاولات الشرطة لاعتقاله. لنشاهد. وخلال حفل موسيقي في نيوزيلندا، مغني الراب الأمريكي ماكليمور يغني للطفلة الفلسطينية هند التي حوصرت بين أجساد أهلها في سيارة تحت وابل رصاص الاحتلال الإسرائيلي. Now we see how you spin it, who gets the right to defend, gets the right of resistance, always been about dollars, the color of your pigment, white supremacy is always on blast, say a free Palestine to that holy land. The eyes and the feminists, I submitted to the anti-Zionists, I see Jewish brothers and sisters out here inviting, solidarity and screaming free Palestine with them, organizing and learning and finally cutting ties with the state, gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history. They repeat in 475. The never, never ended. The colonizer lied. Kids in tents, posted on a lawn, occupying a lawn, really against the law. The reason to call and the police and their squad were the genocide man and their definition, huh? They're destroying every college in Gaza and every mosque, putting everyone in the cotton and bomb a bomb. The blood is on your hands, body, we can see it all. وفي مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، قوبلت المغنية الإسرائيلية إيدن غولان بصيحات الاستهجان وهتافات فلسطين حرة، وذلك خلال إحيائها إحدى الفقرات الغنائية في المسابقة المقامة في السويد. وأظهرت لقطات أخرى تجمع مئات الأشخاص في مدينة مالمو السويدية للاحتجاج على مشاركة إسرائيل في المسابقة. وإلى فيديو متداول من تركيا لكلب ضال يجلس على مقعد السائق في إحدى حافلات النقل العامة التابعة لبلدية إسطنبول. وبطريقة طريفة، يوتيوبر تركي يشرح لمواطنة يابانية سبب وضع مجسمات جندرما كرتونية في الطرق السريعة. لنشاهد. لها this paper police, fake police. Why? Why? Speed limit. I look paper police. Oh, slow. Oh. What about the real police? Are they papers? Paper police, real police. Working. Oh, ayrı. This paper police. This only paper police. Ah. Paper police. Diğer polisler kağıt değil. Mm-hmm. Ha. Real police, not paper. Ah, okay. Ha. Okay. مشاهدينا حلقتنا انتهت. شكرا لكم وإلى اللقاء.